السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة كروشيه كافيه. النهارده هنشوف اول واسهل طريقة بنشتغل بيها بخيط اليس بافي، وطبعا كل الطرق سهلة جدا، بس انا بعتبر التصميم اللي احنا شايفينه ده اسهل وارق واشيك بروجكت ممكن تعمليه بالخيط ده. زي ما احنا شايفين التصميم واخد شكل السلاسل الملفوفة، وكمان التصميم ده بيبقى دبل فيس، فعندنا هنا من منطقة الظهر برضو بتدينا شكل مختلف عامل زي المضلع شوية. هنا لو شفناها مع بعض في اللون البيبي بلو هنلاقيها واضحة اكتر. ده هنا عندنا شكل السلاسل، ودي عندي منطقة الظهر زي ما احنا شايفين شكلها مختلف، فالتصميم ده بيدينا شكلين مختلفين دبل فيس. وبجد قد ايه المنتج النهائي من اليس بافي بيبقى ناعم ومريح جدا جدا، حتى انتوا ممكن تكونوا حاسين ده، بس حتى لو من خلال الكاميرا وانت نفسك وانت بتشتغلي بالخيط ده هتحسي ان انت ريلاكس ومرتاحة نفسيا. وطبعا التصميم ده نقدر انه نعمل منه بطاطين وكوفيات، وهشرح لكم كل التفاصيل المطلوبة اثناء الفيديو. وطبعا برضو زي ما وضحت ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية كلها هتبقى عن ان احنا هنتعلم ازاي نعمل تصاميم واشكال مختلفة من خيط اليس بافي. بس قبل ما نبدأ عاوزة اوضح للبنات اللي بتابعني لاول مرة وما شافتش الفيديو اللي عملت فيه ريفيو عن الخيط ده، انه خيط اليس بافي متوفر عندي بكل الوانه الاساسية، وتقدري تعملي اوردر باي كمية انت عاوزاها سواء كبيرة او صغيرة، وهتوصلك لحد البيت، وهتدفعي بس تمن الخيط زائد مصاريف الشحن عند الاستلام. والخدمة دي حاليا انا بقدمها بس داخل مصر، والتواصل عن طريق ارسال رسالة على صفحة قناة كروشيه كافيه على الفيسبوك او على الانستجرام، وهتواصل معاكم ادمن الصفحة المسؤول عن تجميع الاوردرات. هنبدأ نشوف طريقة استخدام الخيط، وهنبدأ بفتح الشلة. وبتبدأ ان انتي تفكي اول حلقة، هتقصيها بالمقص، بعد ما بنقص اول حلقة بحيث انه طرف الخيط هيبقى ناحية ايدينا الشمال، فبتبدأ ان انتي تفردي الحلقات قدامك بالشكل ده كده. وعدد الحلقات اللي انت هتختاريها هي دي اللي هتحدد لك العرض اللي انت عاوزاه للبروجكت اللي انت عاوزه تعمليه. فلو انت عايزه تبداي وتعملي بطانيه للبيبي بعرض 80 سنتي فهتعدي 50 حلقه، ولو انت عاوزه تعملي انفينيتي سكارف فهتعدي 12 حلقه، ولو انت عاوزه تعملي كوفيه العرض بتاعها اقل شويه فهتعدي 10 حلقات. فانا هنا على سبيل المثال هبدأ انه اعد 12 حلقة كده، 2 4 6 8 10 12. انا هنا فصلت ال 12 حلقة، هما دول اللي هبدأ اشتغل عليهم وارتفع بالاسطر. واهم حاجة انه دايما اول سطر عندك يبقى متساوي والحلقات قدامك مرتفعة بالشكل ده، وهبدأ اشتغل في اول حلقة. و ال 12 حلقة اللي انا فصلتهم دول همرر من خلالهم 12 حلقة كمان بنفس العدد بالظبط وبنفس الترتيب. فهبدأ هنا، دي عندي اول حلقة هبتدي انه الفها لفة واحدة بس بالشكل ده كده. ده عندي هنا الحلقة انا بس لفتها في الاتجاه ده، وبعدين هاخد من الطرف المقابل الحلقة اللي جنبها وامررها من خلالها بالشكل ده. وبعدين هنا دي الحلقة اللي بعدها، فهروح على الحلقة التانية في السطر اللي انا بدأت بيه، وبرضو الفها في نفس الاتجاه واخد من الطرف المقابل وامرر الحلقة من الحلقة اللي احنا لفناها. دي هنا الحلقة اللي بعدها، فهروح على الحلقة المقابلة والفها واخد من الطرف المقابل الحلقة المقابلة ليها بالظبط. ناخد بالنا ما تفوتيش ولا حلقة، تمشي بالترتيب، وهمررها بالطريقة دي كده. اوكي، انا كده مررت 3 حلقات، وطبعا لسه السطر مش هيظهر معانا دلوقتي ولا التصميم هيظهر معانا. كل ما ترتفعي اكتر الشغل هيبقى اسهل وهيبدأ التصميم يظهر معاكي. انا هنا ده السطر اللي انا بشتغل عليه، فحلف الحلقة في الاتجاه ده واخد الحلقة المقابلة
ومررها من خلالها واسحبها لفوق واروح على اللي بعدها الف في الحلقة لفة واحدة بس في نفس الاتجاه وناخد بالنا ده هنا عندي الحلقة المقابلة دي الحلقة ودي الحلقة المقابلة ليها فهبدأ امر من خلالها بالشكل ده واكمل الحلقة اللي بعدها هلفها لفة واحدة في نفس الاتجاه واخد الحلقة المقابلة وانا هنا خلاص وصلت للحلقة الاخيرة الحلقة رقم 12 فبرضو هشتغل فيها بنفس الطريقة هلف الحلقة وهمرر من خلالها الحلقة المقابلة انا كده خلصت اول سطر طبعا زي ما قلتلكم انه اول سطر لسه مش هيظهر معانا دلوقتي مش هيظهر معانا التصميم اوكي نتأكد ان احنا دخلنا في الحلقات بشكل صحيح وهنبدأ في السطر اللي بعديه انا هنا خلاص خلصت وصلت لنهاية السطر دي اخر حلقة عندي فحبدأ ابني السطر اللي بعديه وهاخد الحلقة دي بس طبعا قبل ما امر لازم الف الحلقة في نفس الاتجاه وهاخد الحلقة المقابلة ومررها من خلالها وبعدين اروح على الحلقة اللي بعدها طبعا احنا بنشتغل السطور رايح جاي فاحنا المرة دي بنشتغل من الاتجاه ده هلف الحلقة دي وهاخد من الطرف المقابل الحلقة المقابلة ومررها من خلالها واساوي الشغل بتاعي عشان تبقى الحلقات واضحة وانا هنا خلصت اول حلقتين هلف الحلقة واخد الحلقة المقابلة وهنا وصلت لنهاية السطر دي الحلقة الأخيرة برضو بنفس الطريقة وهمرر الحلقة المقابلة من خلالها أنا كده خلصت
السطر ده وبقى عندي بالشكل ده كده، ونحاول انه في كل سطر نساوي الحلقات. هبدأ في السطر اللي بعديه، دي هنا عندي اول حلقة، برضو بنفس الطريقة هاخد الحلقة المقابلة دلوقتي. هنشوف ازاي بنوصل الخيط في حالة لما الشلة بتخلص منك اثناء الشغل. فانا مثلا وصلت للجزء ده وخلاص الخيط انتهى لحد هنا، فهبدأ اوصل، وعشان اوصل الشلة هبدأ انه برضو افك الحلقة، فبقت عندي زي الخيط العادي. وبعدين هجيب الطرف اللي انا عاوز اوصله وبرضو هفك الحلقة، وكده بقت عندي اطراف الخيط بالطريقة دي كده. فهبدأ انه عادي خالص اعقدها بالطريقة العادية. وخلاص بعد ما بعقدها ببدأ انه اسيب الاطراف دي، هنضفها في الاخر خالص، واكمل شغلي بنفس الخطوات. اخر حاجة دلوقتي هنبدأ نشوف طريقة انهاء الشغل. فانا هنا لسه فاضل عندي الحلقة الاخيرة، كده خلاص السطر بالكامل خلص عندي وعاوزة انهي الشغل. فمثلا هبدأ انه افصل حلقتين و الحلقتين دول برضو هفكهم، فأنا بعد ما أنهيت السطر بأنه قصيت حلقتين وفردتهم بالطريقة دي، هسيب الطرف ده، مش هنعقده دلوقتي ولا أي حاجة، وهنبدأ نروح على بداية الشغل. دي هنا الخيوط اللي احنا لسه هننضفها، فهنبدأ هنا من عند الطرف ده، شوفوا هنبدأ من هنا، وهنا دي عندي الحلقة.
فالحلقة دي همرر الحلقة اللي قصادها على طول بالطريقة دي كده. دي الحلقة دي همر من خلالها بالحلقة اللي قدامها بالشكل ده كده. وبعدين اخد الحلقة اللي بعدها ومر بيها من الحلقة. وهنا خلاص وصلت للحلقة الأخيرة، فهمر بيها لحد ما هيفضل عندي آخر حلقة. ده هنا أنا وصلت عند الخيط اللي احنا قصناه، فالخيط ده هعقده في الحلقة الأخيرة. وابتدي أسحب الخيط وهبدأ هنا أنظف الخيوط الزايدة. هنا عندي ده الخيط اللي احنا وصلناه، فهبدأ أنظفه بأنه أحاول أمرره ما بين الغرز. وده عندي الشكل النهائي للقطعة. وعايزة اوضح ان ممكن في بنات تفتكر انه الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها دي ممكن تبقى ضعيفة والحلقات تفك مع الغسيل والاستعمال بعد كده، بس عايزة اوضح انه الطريقة اللي احنا عملناها دي احنا برمنا ولفينا الحلقات كلها في بعض، فبقت متماسكة ومترابطة كلها مع بعض، بقت زي الحبل، فاستحالة انه النسيج ده ان هو يفك منك. حتى لو مع الغسيل والاستعمال هيفضل النسيج ده مترابط ومتماسك جدا، و استحالة الشغل او الحلقات تفك من بعضها. كده احنا خلصنا شغلنا. ان شاء الله الفيديو عجبكم وتستفيدوا منه، واستنوني ان شاء الله لسه هنشوف فيديوهات اكتر وتصاميم اكتر بخيط اليز بافي، فتابعوني واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله.